بتحلم بإيه يا عبد الرحمن لما تتخرج؟ أنا بحلم دلوقتي يا مصطفى إن أنا أبقى إعلامي ناجح زي أي حد، وإن يكون ليا برنامج، وأول مداخلة أتشرف بيها تكون من حضرتك يا ريس، وشرف ليا. شكرا لك يا ريس. إن شاء الله يا عبد الرحمن ربنا يوفقك وحلمك. إحنا ممكن يا عبد الرحمن نعمل المداخلة دلوقتي على طول. يلا اتفضل. اسال بقى، عندك مداخله؟ ممكن نعمل كده. معلش انا هستاذن حضرتك، يعني ممكن نبدا دلوقتي؟ عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان انا ليا حلم واتحقق السنه اللي فاتت برؤيه حضرتك. كتر خيرك. والنهارده بمداخله حضرتك. وكمان برضو ان انا حلمت بالبرنامج عشان اناقش قضايا اخواتي اصحاب الهمم قادرون باختلاف، وعشان حضرتك تكون اول واحد مننا. يا عبد الرحمن، انا شايف ان احنا كسبنا اعلامي رائع، وده فرصة ان احنا نقدمه النهاردة لكل مصر وللدنيا كلها. تفضل يا عبد الرحمن، عايزين نشتغل بقى. شكرا. تفضل. عايز تقول حاجة؟ عايز بس حي والدتي بس بعد ما. لا ده احنا لسه ما حيناهاش، هنحييها على المسرح دلوقتي. ربنا يخلي حضرتك يا رب. طبعا على الشعر الجميل وعلى الشخصية الجميلة اللي هي يعني اللي احنا شايفينها قدامنا. ربنا يخليها لك ويخليك لها، ودايما تشوفك بخير وسلام. شكرا. ربنا يوفقك يا عبد الرحمن ان شاء الله.